D'une immense carrière en Europe où il a tout gagné, tous les trophées, battu tous les records, le quintuple, le ballon d'or, s'est lancé dans ce nouveau défi, faire basculer l'Asie du football dans une autre dimension. Il est évidemment titulaire. Toutes les convoitises ce soir, c'est Cristiano Ronaldo, le numéro 7 d'Al Nassr, est un des garçons passés par la Ligue 1. L'entrée spectaculaire de Cristiano Ronaldo et d'Al Nassr sur cette pelouse du Marsoul Park. سلطان الغنام على اليمين، كيسلان كونان على اليسار، عبد الإله العمري والفارو غونزاليس في عمق الدفاع، ثم لويس غوستافو عبد الله الخيبري في وسط ملعب النصر، امامهم سامي النجعي، وفي الجهه اليمنى تالي على حساب ابها 2-1. هنا كره اماميه وفرصه لابو بكر الذي سجل في الدور الاول، مهمه لكلا الفتاب اليوم، ويصل الى النقطه 13. عندنا كره اماميه وعرضيه وخطيره جدا وفرصه عند الغنام، يحاول الكره طالت عليه الى خارج الزنا، الرجل الذي يحضر هنا كره خطيره وكره وهدف نصراوي اول، هدف نصراوي اول، جول لويس غوستافو يسجل هدف النصر الاول، هدف النصر الاول، خطا فادح وكبير، يستغل لويس غوستافو ويسجل هدف النصر الاول 1-0 في الدقيقة الخامسة من الاول. شوف الخطا، شوف فان دين بروك البلجيكي مع نادي ابها الذي يخسر المباريات ثلاث مباريات من اصل خمسة، يتحسن شيئا فشيئا في الجولات بعد ذلك، فوز على ضمك ثم افز لهم من دون شك. هنا كره للخطير الفنان تاليسكا امام ساري عامر، سقط تاليسكا لكن الحكم لا يشير، من دون شك في الفرق المناطقيه الجماهيريه تكون عندهم جماهيريه مع ابها، واليوم يغيب بسبب الاصابه. كره اماميه وفرصه وكره خطيره جدا، خطيرة لمصلحة ساري، انطلق غريب يتقدم في كرة إلى الأمام، أمام تغطية موجودة ومحاولة ما زالت متاحة، وحكم المباراة يشير ينتظرون العرضية من سامي النجعي، والكرة العرضية ملعوبة أمامية، سلولي عرضية وكرة خطيرة جدا وفرصة أمام المرمى، كايسيدو مرة أخرى مع مارسيليا وأولمبيك ليون، كرة مرمى أمامية ومحاولة لأبا وفرصة والتصويبة ممكن، الله على المرور والتقدم، والكرة تعود من جديد لأن تبعد، سلطان ويبحث عن العرضية، ينتظر يفكر ثم عرضية وخطير سنة كايسيدو، كرة أمامية نصراوية، النصر جميل ورائع وفرصة، وأبو بكر وين؟ أبو بكر وين؟ متأخر سعيد يلعب العرضية، كايسيدو فرصة والتصويب وكرة من جانب السلولي، المرر الفارو غونزاليس يملك كرة قريب، كنترول ثم محاولة، مهارة عالية لغريب، عرضية وكرة طويلة، متأخر لكن غريب عند الكرة يمرر بينية طويلة من النجعي، طويلة للخيبري، ينقل كرة على الكرة، يمرر إلى الأمام سامي النجعي، كونان على اليسار إلى سيد الفارو وأمامية وتاليسكا وفرصة خطيرة، تاليسكا يعيدها لسامي النجعي من جديد، تمريرة لغريب قدم إلى الأمام والكرة البينية، سامي كنترول وكرة وفرصة، والنجعي حط الكرة بذكاء، الفارو كرة عند كونان، تمريرة ممتازة وفرصة لسامي والتصويبة جميلة نصراوية، عرضية منتظرة
وكرة وكرة تضيع وكرة تضيع رائعة. وشوف التمرير وجدها من خيرات للمدرب البلجيكي. وهنا كرة وأبو بكر يحاول وفرصة وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة. الراية مرفوعة فنسيد الكرة لم يستطع أن يحصل على الكرة في اللقطة الماضية. أبو بكر وانطلق في كرة على اليسار فنسنت ضيع الكرة طالت عليه لكن غير معقول يعني لمرمى عبد الله الشمري لم ينجح أيضا النصر. أبو بكر يتأخر يحاول المرور بالمهارة والتقدم والعرضية والكرة لسامي النجعي والتسويبة والتمريرة وكرة وفرصة. الله على كرة الله على نصر. تمريرة جميلة من النجعي للغنام سجل الغنام هدف النصر الثاني هدف النصر الثاني. جميل الكرة ولقطة رائعة وتمريرة طويلة من النجعي عند الغنام في المكان المناسب سجل الغنام الهدف الثاني وتقدم النصر. يتقدم ساري عمر العرضية والكرة كويسيدو والراسية والخطأ عند غريب والعرضية تلعب والكرة خطيرة وكرة ومزياني يحاول الطير فرصة لأبا خطيرة جدا ومزياني آدم في كرة على اليسار يحاول يلعب كرة عرضية لكن التغطية موجودة والكرة 70 من عمر المباراة عرضية كونان في عرضية ومحاولة خطيرة جدا وكرة لتاليسكو صوت الان يلعب امام الباطن. هنا كرة امامية ومحاولة خطيرة وفرصة متاحة لمصر. يحاول ماتيتش في كرة ليابا خطيرة والتصويبة ضعيفة وصعبة صعبة صعبة والله صعبة لكن اوسمينة يتدخل. كان شكل الكرة ضعيف في التصويبة لكن متراجعين للخلف وابو بكر تمريرة وكرة لغوستافو والتصويبة قوية وصعبة لويس غوستافو. كرة تصل نصراوية وتمريرة وكرة لأيمن يحيى والتصويبة الله 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 على هدف الله على هدف الله الله على هدف نصراوي جميل من جانب أيمن يحيى.